فلوس. يوجد عندنا صفحة مراجعة من العدد 1 إلى العدد 8، سوف يتم حلها على الكتاب حين استلامه من الصف. سوف نكتب، اكتب 1 2 3 4 5 6 7 8. ومن ثم يوجد لدينا مفهوم ثقيل وخفيف، يوجد مع سكر بطيخة ثقيلة الوزن، وكذلك في الصورة الأخرى تفاحة خفيفة الوزن، ويوجد مع سمسم سلة ألعاب ثقيلة الوزن، ويوجد كذلك مع سمسم دمية أو لعبة خفيفة الوزن. هنا الواجب المطلوب من الطلبة إلصاق الأشياء الثقيلة فوق الشمس وإلصاق الأشياء الخفيفة فوق النجمة، وهذا كذلك سيتم حله حان استلام الكتب من الصف. ونرجو منكم من الأهالي الكرام تحضير هذا الجدول على الخط على الدفتر المطلوب منكم، وهو دفتر الرياضيات، بأن نقسم الصفحة إلى أعمدة ونكتب كذلك 1، نكتب في البيوت 1 1 1 1، وكذلك 2 3 4 5 6 7 8، مع الشكر لتعاونكم.